Thank you.
Ya Rasulullah.
من اللسان ويهار بها فأنظر إلى معانيها الجمال انتصر من الوفي على البطون والظهور ما بلا وجود خلقي أمر فدولة الله من إله كريم بشارة آية بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عندهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن باجات هذه البشارة ونقلها بقول صحيح فقل الهدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم تشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من أرضه ونخله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ذمة الجليل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة إذا كرم الله بها أحد البشر وما أوسعها من نعمة عند شرسلها بالبحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا الحمد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في علعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإكبار صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا الصحوة المجد بقربه وتفيأوا إلى الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكره النسيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم وموضوع قسمه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بكل ظهور إشراق هذا السراج ونعيه متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت في مسيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلا من بركات وسعادتها هذا الإيمان يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي
وبروزه من عالم القبائل عين في الزهور فأنا نقول في البطون والظهور قدر الله في الوجود بهجة التكبير وبسط في العالم الكبير ما إذا التصريف والتعظيم في بروز هذا البشر الكريم اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب عالم في السماوات والأرض وما فيه النبي الترحيم وأفضل وجود الإلهي على أهل الوجود تأتيه وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعليم سبحان الله Thank you.
Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد ابتسم صلى الله عليه وسلم من محاسن الأحوال بما تليق عن كتابته كتب الأوروع كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سابقا وأوسعهم من المؤمنين علما ورفقا فرره فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السيء واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعا للمسكين أجابه إجابة معجلة وهو اللفظ الشفيق من الرحيم من اليتيم والأرملة وله مع سورة أعلامه الهيبة القوية التي ترتعد منها غرائس الأخيار من البرية ومن نصف جيده تعطرت الطرق والمنازل وبعلم ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمع من في وصف الحبيب وشأنه له الأعلى في مجده ومكانه أوسع بعز وتعالى مجدها أحدت على نجل سؤال بنائه وقد انبسط القلم في تدريب ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا عبد المقرب من التكريم والتقدير والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام وبذلك يحسن الفتح كما يحسن التقدير فعليه افضل الصلاه والتسليم اللهم صل وسلم صلاه وتسليم